الفعاليات الخاصة بمؤتمر دار الإفتاء الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف انطلقت تحت عنوان التطرف الديني واستراتيجيات المواجهة. الكلام ده حصل بمشاركة عدد من الوزراء والعملاء والعلماء والمفتين، بالإضافة لمشاركة وفود من أكثر من 42 دولة. المؤتمر ده هدفه تحديدا مناقشة ظاهرة التطرف، كيفية مكافحة الأفكار المتشددة، وده أيضا خلينا نقول أنه تم بحضور وفد دولي رفيع المستوى من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن، ودي ربما تكون يعني لفتة مثيرة للانتباه. خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا. معنا الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية وأحد المشاركين في هذا المؤتمر. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضراتكم وعلى مصر كلها، وكل عام والجميع بكل خير. أهلا بحضرتك. يعني مؤتمر لمكافحة التطرف، شفنا نسخ كتير جدا من المؤتمرات الخاصة بمكافحة التطرف والتشدد، ولكن الجمع الدولي ده هل ليه دلالة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صحيح هناك جهود متتالية ومتوالية بذلها أطراف كثيرة لمكافحة ومواجهة التطرف، ومن هذه الجهود الجهد الذي بذلته دار الإفتاء المصرية عبر سنوات من 2015، وقد أنشأت مركز مرصد لمكافحة التطرف، ثم مرصد للإسلاموفوبيا وهو لون من ألوان التطرف، مكافحة الإسلاموفوبيا وهو الكراهية المرضية من الإسلام والمنتشرة في بعض الأماكن في العالم، وخرجت التقارير وكذا، ثم توج هذا بإنشاء هذا المركز، مركز سلام لمكافحة التطرف والتشدد، وبذلت وبذل جهود، والمركز عمل إصدارات، والإصدارات دي وزعت في المؤتمر، والمركز كمان عمل دورات تدريبية وعمل جهود. جاء وقت أن يتم هناك التنسيق والتوأمة بين المراكز التي تبذل هذا الجهد في العالم. امبارح كان فضيلة مفتي الجمهورية حفظه الله يترأس ورشة عمل، أحد الورشات الرئيسية في المؤتمر، تحت عنوان أو بهدف تنسيق الجهود التي تبذل في المراكز البحثية في العالم لتقوية ومواجهة التطرف في العالم، ولأن التطرف ظاهرة بتضر كل الأمن العالمي كما تضر الأمن الوطني والقومي والإقليمي، بتضر الأمن العالمي. فالمؤتمر الفكرة الأساسية فيه هي تشبيك هذه الجهود، والتميز الأكبر فيه هو أن المؤسسة التي ترعاه وهي الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم ومركزها سلام، واللي هي أحد مؤسسات دار الإفتاء المصرية ويرأسها فضيلة مفتي الجمهورية حفظه الله تعالى، هذه المؤسسة الدينية التي تطفر ويعني تمازج بين الدراسة الدينية الشرعية، واللي هي طبعا جزء مهم جدا طبعاً في قضية مناقشة المطرفين وكذلك تمتلك الحجة والكثير من العلم، العلماء الدراسات الاجتماعية والإنسانية المعنيين برضو، لأن دي ظاهرة صحيح. إنسانية واجتماعية سيئة وشريرة وكذا، لكن هي في النهاية الإنسان عنصر فيها، فتأتي الضفر والتنسيق لأن ده مهم قوي. طيب، على ذكر موضوع التنسيق، وجود ممثلين عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن والمفوضية الأوروبية في هكذا مؤتمر، الرؤى والمقترحات اللي بيتم تقديمها من قبل هؤلاء الضيوف ل يعني مكافحة التطرف والإرهاب. خليني يعني بهذا بمناسبة هذا السؤال يعني أقول حاجة مما دار وثار داخل أروقة المؤتمر، خصوصا من ممثلي المنظمات الدولية ومراكز
الأبحاث الأشقاء والمراكز الأبحاث حول العالم، وخصوصا المنظمات الدولية، وخصوصا ممثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الجميع أثنى على التجربة المصرية في مواجهة التطرف، أثنى على التجربة المصرية في مواجهة التطرف من عدة زوايا. من الزاوية الأولى، من طبيعة هذا الشعب الرافض بطبيعته للتطرف وللتشدد، أثنى من أنه التجربة المصرية بتواجه التطرف من عدة زوايا وعدة مستويات، ليست الزاوية الأمنية فقط، وليست الزاوية الفكرية فقط، صحيح. وليست إنما من عدة زوايا ومن عدة مستويات، الكل يتضافر ويتعاون لمواجهة هذه الظاهرة الغير السوية، خلينا نقول الظاهرة المرضية في الإنسان. فوجود هؤلاء كان كلهم يحترمون ويقدرون ويشيدون بالتجربة المصرية، وكل واحد قدم من وجهة نظره لإثراء التجربة سواء في مصر أو في حول العالم. لأن التطرف أيضا بيعاني منه العالم كله، فكل واحد قدم من وجهة نظره ما يستطيع أن يتناصح، لأن ده مبدأ قرآني ومبدأ دعتنا إليه الأديان كلها، التناصح والتعاون للخروج بسفينة العالم إلى بر الأمان. فمسؤول الأمم المتحدة، أعضاء المراكز البحثية في العالم، المفوضية الأوروبية، كل هؤلاء بدأ كل واحد فيهم يقدم النصيحة التي يراها توطيد التنسيق والتعاون بين الجميع. طب قضية العائدون من داعش يا فندم، هل طرحت أيضا، وخصوصا أن الأطراف اللي حضرتك ربما قلتها كما تكتوي بنار الإرهاب أيضا تعاني من نفس الموجة، يعني وإن كان لها الموجة دي يعني ما تبقاش يعني صحيح ثابتة، بس ولكن لها أيوة القضية دي قضية مهمة، وأؤكد لك أن هي أثيرت لأكثر من ضيف، وخصوصا وإحنا كان عندنا تجارب سابقة، كان عندنا العائدون من أفغانستان، وكان عندنا الجماعات المتطرفة السابقة، وكذلك في بلدان عانت من متطرفين بأشكال مختلفة في ظواهر مختلفة في الأديان. بهذا الشأن هناك مقترحات لصياغة برامج لإعادة التأهيل، وهناك مقترحات لتكون هذه البرامج برامج إعادة التأهيل متكاملة من الزوايا المتكاملة، سواء كان من الناحية الفكرية وناحية الوعي الديني وكيف تقدم لهؤلاء البرامج لإعادة اندماجهم في الأوطان مرة أخرى. دي شيء مهم جدا، لأن هؤلاء وقد عرفنا أنهم رافضين للفكرة الوطنية ورافضين للدولة الوطنية، فكيف يعاد اندماجهم في الأوطان والوطن مرة أخرى إذا لم يكن طبعا عندهم مسؤوليات أمنية أو كذا، دي قضية أخرى. وكيف يعاد التأهيل النفسي، شيء مهم جدا، والتأهيل النفسي خصوصا بعد هذه المرحلة التي يمر فيها الرجل وتمر فيها المرأة بشيء يبعده نفسيا عن الإنسانية، فكيف يكون هذا، وده بيبقى بمستويات كثيرة. فده تمت مناقشته في بعض حوارات المؤتمر، وبعض الناس قدموا من بعض الدول الشقيقة قدموا بعض التجارب، وإحنا طبعا عندنا تجربة العائدون من أفغانستان وعندنا تجارب مختلفة وتداول الرأي فيه. وكان الاقتراح الأول بعد بأن كان الأمر من زوايا مختلفة، الزاوية القانونية ودي حاجة، وكذلك زاوية إعادة التأهيل والتربوي والنفسي والتربوي والفكري حاجة تانية. صحيح. طيب دكتور خالد، كنت بتتكلم من شوية عن الإسلاموفوبيا، عايز أعرف من خلال مركز سلام ومن خلال هذا المؤتمر
احنا شغالين على ايه علشان يتم تصحيح المفاهيم المغلوطه اللي الصقها الجماعات او الصقتها الجماعات المتطرفه بالدين الاسلامي؟ الاسلاموفوبيا وهو ظاهره الرهاب المرضي من الاسلام، والرهاب المرضي الاسلام له اسباب مختلفه، منها التيار التطرف اللي بيجتاح العالم في ولا يعرف دينا ولا يعرف لا يعرف دينا ولا ثقافه، ومنها ايضا ان هناك متاجرين يحاولون ان يتاجروا بهذه النزعه الشريره وينثروا النار ويتعمدوا نثر النار بين الحين والحين لاهداف ما، ودايما بتبقى اهداف مصلحيه او شريره. ومن هذه الاسباب او بعض هذه الاسباب الحقيقه، وخلينا نكون واضحين، ان نحن بهذه او هذه الجماعات، مش نحن طبعا، احنا الجماعات دي مش مننا، لكن هذه الجماعات بهذه الصوره تقدم صوره سيئه، تسيء جدا للدين، تسيء جدا للنبي عليه الصلاه والسلام، تسيء جدا للقران الكريم امام العالم، فيستغلها من يستغلها لهذا الصالح. وده يا دكتور خالد اللي خلينا نقول ان احنا محتاجين مواجهات فكريه مختلفه لتصحيح هذه المفاهيم. لابد ان يعرف العالم ان هذا الدين وهذا مليء بالاخلاق، مليء بالقيم. الدين عندنا تلتين قيم، تلتين وتلتين او تلتين اخلاق، والباقي احكام وعقائد. فلابد ان يعرف العالم هذه. هنا بقى التحدي، واللي قالت مركز سلام والامانه ودار الافتاء المصريه ان هو يجتهد لتوصيله للعالم، لتصحيح هذه الصوره. ازاي؟ نحن نستخدم الوسائل المعاصره، الوسائل زي السوشيال ميديا، اللي زي وسائل الاعلام المعاصره، اللي زي الجولات، اللي يعني لا تتخيلي ولا يتخيل المشاهد مدى الاثر الذي تاثر به العالم من زياره الاخيره لفضيله المفتي لمجلس العموم واللوردات البريطاني، وهذه الكلمه التي القاها فضيلته على هذه الكلمات والمقابلات والجهود التي أجراها فضيلته على الصورة، ما تصحيح الصورة التي كان يتخيلها كثير من الناس. صحيح. والتي لوث جماعات التطرف، والتي قام فضيلة المفتي بمواجهتها الحقيقة في لقائه الأخير، لكن جماعات التطرف لوثت هذه الصورة. وفي هذا اللقاء الذي اجتمع فيه مع مجلس اللوردات والعموم البريطاني، الى قد ايه الصوره بتتضح، وقد ايه الناس بتستجيب وتتفاعل بصوره صحيحه. وده الجهد الايجابي الذي نريد ان نفعله ونستثمره ونثمره ونبني عليه علشان الصورة تصل للناس بصورة صحيحة، ويبقى بعد ذلك من يعزفون خارج السلم، من يريدون أن يستغلوا لمصالح ما أو كذا، برضو لهم طريقة في الرد وفي المحاورة. طيب خليني برضو أسأل السؤال ربما بصيغة مختلفة شوية. نعم. ماذا سيستفيد العالم الغربي من حضوره لمؤتمر عن التطرف الإسلامي في القاهرة؟ وماذا أيضا نحن كمصريين أو نعم. كعرب أو كأزهر أو كدار إفتاء سنستفيد من حضور هذه المؤسسات الغربية الدولية الأممية لهذا الأمر؟ الحقيقة الفائدة متبادلة، ويعني الحضور والحوار فائدته متبادلة ومطلوبة على مستوى العالم في كل الأصعدة. لكن العالم الغربي مكوي بنار التطرف، العالم الغربي مكوي بنار الإرهاب، ويظهر بين الحين والحين، بما أننا هذا البلد العريق الذي هو بلد الأزهر، وهو الذي له هذه الريادة والوسطية، له هذه التجربة. وعلى فكرة أنا بقول للمشاهد، إحنا عندنا النهاردة ورشة عمل مهمة جدا لاستعراض التجربة المصرية، وسيشارك فيها أطراف من جميع أنحاء العالم. فهذا البلد الذي يثير
الاهتمام بوسطيته ورفضه لمظاهر التشدد والتشدد والتطرف، لابد أن ينظر في تجربته ويستفاد من تجربته، وهو ده اللي بيخلي مسؤولين من جميع أنحاء العالم جايين لنا علشان يستفيدوا. هل احنا بصدد إنشاء مظلة جامعة لكل من يفكر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف يكون مقرها هنا في مصر من خلال مركز سلام؟ احنا نتعشم إن شاء الله إن احنا نسمع في توصيات المؤتمر اليوم، وإن شاء الله يكون التوصية يجمع عليها الجميع النهاردة ونسمعها، إن تنشأ هذه المظلة الجامعة في يكون مسؤوليتها التنسيق والتعاون والترابط بين المراكز المختلفة والمؤسسات المختلفة، ويكون مقرها أو هو المسؤول عنها مركز سلام التابع للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم اللي هي في دار الإفتاء المصري. طيب دكتور خالد، عايز أسأل حضرتك كمان عن النشأ، مكانه فين وطريقة الحديث مع النشأ؟ يمكن دي حاجة بتقلق كل أولياء الأمور، سواء بنتكلم في مصر أو الوطن العربي أو حتى عالميا، مسألة الأفكار المتطرفة إنها تصل إليهم بكثير من يعني التعرض يمكن لكل يعني وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، وكل اللي بيسمعوه بيشوفوه. إزاي من خلال مركز سلام ومن خلال دار الإفتاء المصرية بتحاول إنكم توصلوا للنشأ؟ الموضوع ده مهم جدا، لان هو اولادنا يعني من اهم الحاجات في حياتنا، يعني اهم حاجه في حياتنا، يعني علشان هم دول اللي هيحملوا المسؤوليه من بعدنا النشأ وكذا. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لاحظنا ان الجماعات المتطرفه بتحاول توجه الرسائل لي من اول النشأ، وثم ومرورا بالمراهقين، يعني تفسير مغلوط للآيات القرآنية. نعم. للأحاديث الشريفة، يعني لا تتخيلي أفلام الكرتون اللي أو الكرتون اللي بيوجهوها للمتطرفين، طريقة وده تدول بالأمس في المؤتمر، طريقة تعليمهم وتسريبهم لأفكارهم لهؤلاء للنشء ولأولادنا وكذا. وده كان على مر سنين طويلة. صحيح. الولاد شاهدوا كيف هؤلاء المتطرفون استغلوا حلقات تحفيظ القرآن، كيف استغل هؤلاء المتطرفون يعني كانوا يخرجوا لمباريات كورة أو مع الأطفال ومع غير الأطفال. إحنا هنعمل إيه كدار الإفتاء المصرية وكمركز سلام؟ يعني يمكن زمان وكلنا كنا في القرى نشوف الأطفال متجمعين حوالين الشيخ في الكتاب وكلمتهم مسموعة وكلمته. نعم. بالنسبة لهم هي منتهى الثقة ومنتهى الاطمئنان والأمان. إزاي نقدر نرجع الروح دي تاني لأولادنا؟ وهو التجديد أمر يشمل كل النواحي حتى تجديد التربوي. ودايما يقولوا يعني نردد كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام لما كان يقول فإنكم تربونهم لزمان غير زمانكم. يعني إذا استحضرنا الصورة اللي حضرتك قلتيها واللي الشيخ اللي بيجمع الكتب، بس هنستحضرها للزمن ده، للزمن اللي احنا فيه بصورة دلوقتي. ولادنا محتاجين حاجة مختلفة، لكن محتاجين نفس الثقة والاطمئنان إنها تيجي من، ويكون كمان أولياء الأمور بيكون عندهم ثقة كبيرة لما يكون المنبر ده الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصري. نعم، وده الحقيقة بذلت فيه جهود، والمركز سلام بقى شغال بقى، يعني الجزء الذي يعنى به مركز سلام الآن اللي هو إخراج برنامج يصلح للعصر الذي نحن فيه، عصر السوشيال اللي يعني قليل قوي لما تلاقي طفل او كلام مش معاه الموبايل او الايباد او اللي هو السمارت فونز دي. ف اللي احنا عايزين بقى برامج تربويه تقدم لمحافظ القران، تقدم ل المربي، تقدم للوالد والوالدة. صح. حتى لو على صورة أفلام كرتون، ويمكن دلوقتي كل أولياء الأمور بقوا منتبهين لأنه في منصات معينة بتحط أفكار معينة في دماغ الولاد من خلال الكرتون ده، إحنا لازم يكون عندنا منبر موازي. مهم جدا، مهم جدا إن إحنا نعيد في
تديننا بشكله صحيح. المصري نعيد وسطيتنا طبعا بشكل يلائم العصر والزمان الذي نعيش فيه ونستطيع ان نقدمه في انتظار توصيات المؤتمر ومتاكدين ان شاء الله ان يعني هيخرج منها تعاون ما بين المؤسسات الدينيه المصريه او العربيه او كل المؤسسات الدوليه المشاركه سواء المفوضيه الاوروبيه او مجلس الامن او الامم المتحده. هيئات مهمه جدا بصراحه يعني بيحضر لها وفود في القاهره من اجل صياغه بيان مشترك من اجل الوصول الى صيغه تفاهم مشتركه تكافح التطرف الاسلامي تكافح كل ما نشر من المفاهيم المغلوطه على السوشيال ميديا على الكتب في اذهان هؤلاء الشباب. اعتقد ان الجهد دولي هذه المره واعتقد ان هو يختلف. بنشكر فضيله الشيخ دكتور خالد عمران امين الفتوى في دار الافتاء المصريه. شكرا جزيلا لفضيلة النقطة. شكرا جزيلا صباح الخير لكم حضراتكم. صباح الخير لمصر كلها. شكرا جزيلا يا دكتور.